الاخوات السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم بيسكوي ولا سابلي اللي في الشكل ديالو صراحه تيجي راقي وزوين وفي المذاق ديالو لذيذ وسهل في التوجد ديالو. البيسكوي اللي غادي نوجد معكم اليوم المقادير ديالو كالتالي: غادي ندير كميه شويه كثيره، عندي هنايا 800 غرام ديال الدقيق الابيض فورس، عندي هنايا 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، عندي هنا 250 غرام ديال زبده المانغارين، عندي هنا كاس ديال الزيت بمقدار كاس عنبه، كاس ونصف زيت، كيس خميره الحلوى 7 غرام، وكيس فانيلا، وجوج المعالق كبار ديال الحليب المجفف، وعندي هنايا 200 غرام ديال سكر خشن سنيدة، تقريبا كاس ونصف ديال كاس ونصف مقدار كاس عنبة. بالنسبة للتزيين عندي هنايا الكونفيتور ديال الحلوى سائل، واختاريت الكوك مبشور غليت شوية، وعندي الكونكاسي ديال اللوز وابيض البيض، وعندي هنايا ملون غذائي اصفر وبرتقالي. على بركه الله ندوزو لتهيئ الوصفه ديالنا. الاخوات في اناء ديال التحضير غادي نحط الزبده، الزبده هنا قلت 250 غرام، وغادي نوضع معها سكر خشن سنيدة قلنا 200 غرام، وغادي نحاول نخدمهم مزيان كيف ما تلاحظوا هنا. الاخوات يمكن لكم تستعملوا يديكم، يمكن لكم تستعملوا الطراب اليدوي حتى هو صراحة يسهل الداك ديال الزبدة. انا غادي ندير دابا غير هادي، ومن بعد فاش نزيد البيض عاد نستعمل الخلاط. الاخوات تنخدموا الزبده حتى تنحصلوا على كريمه بهذا الشكل ديال الزبده والسكر. ودابا عاد نزيدوا 3 ديال البيضات. دابا عاد نستعمل الاخوات، ممكن تستعملوا حتى يديكم. دابا نستعمل الطراب اليدوي، نخلطوا البيض مزيان مع الزبده حتى يتجانسوا لينا بهذا الشكل بحال هكا. دابا غادي نزيد الزيت شويه بشويه، نخلط، غادي نضيف تتيمه ديال الزيت، قلنا هنا عندنا كاس ونصف ديال الزيت كيف ما تلاحظوا، نخلط مزيان، ومن بعد غادي نضيف باقي المكونات. غنضيف كيس الفانيلا، وغادي نضيف هنا كيف ما قلت جوج المعالق ديال بودره الحليب المجفف. الحليب المجفف هو اللي يعطينا الهشاشه ديال سابلي ولا البسكويت ديالنا، اضافه للمذاق صراحه يعطي حتى مذاق زوين. هنا بالنسبه قلنا ساشي ديال خميره الحلوى مقدار 7 غرام. دابا ملي درنا هاد المكونات كاملين غادي نبداو نضيفو الدقيق شيئا فشيئا. الدقيق ما غاديش نديروه كامل في مره واحده، دابا نستعملو يدينا الخلط والمزج ديال هاد المكونات كامله. النتيجه خصنا نحصلوا على عجين ما يكونش قاصح، يكون لين وطيع في اليد ديالنا. الاخوات ها هو القوام ديال العجين كيف ما تلاحظوا، العجين تتكون لينه للاشاره كيف ما قلت
سابقا العجين ديال الصابلي تنعجنوه غير بصباعنا، ما تندلكوش العجينه باش ما تطلقش لينا الزيت. دابا غادي نحطها فوق سطح العمل كيف ما تلاحظوا، ها هو الشكل النهائي ديالها. وغادي نحاول نقسمها ونديرها في بلاستيك غذائي ونحطها في الثلاجة مدة ديال 30 دقيقة قبل ما نبدأ نشكلها بالشكلات اللي بغيت كيف ما تلاحظوا. الأخوات هي العجين ديالنا ملي خرجناها من الثلاجة تتكون شدت في راسها متماسكة، وبهذه الطريقة هذه غادي تساعدنا حتى في التشكال ديالها. هنا فوق سطح العمل طلقت أخوات ممكن ديروا بلاستيكة، أنا اللي متوفر عندي هنايا غير البلاستيك الغذائي في لاليمونتيغ هو اللي غادي نستعمل باش غادي نطلق العجين ديالي بهذه الطريقة بحال هكا. تنبداو تنطلقوا العجين ديالنا بحال هكا كيف ما تلاحظوا، فاش العجينه تتكون في الثلاجه والعجين تيكون بالمقادير ديالو مضبوطه صراحه ما تيكرفسناش ما تيتفرتت ما حتى شي حاجه. المهم انا هنايا اختاريت جوج ديال المراشم، ثلاثه ديال المراشم غادي نخدم بيهم. العجين ما خصناش نرقوه بزاف لان فاش تيدخل الفران مع البيسكوي فيه الزبده راه تيزيد ترقاق في الفران، الوغ من الاحسن نخليو العجين في واحد السوك ديال نصف سنتيم مثلا وعاد نبداو نستعملو المرشم كيف ما تلاحظوا. ها هو العجين ديالي غادي نخليه في هذا العبار هذا ونبدا نستعمل المرشم اللي اختاريت. الاخوات عندكم الاختيار، اي مرشم درتوه راه صراحه تيجي مزيان. حاولوا ما ديروهاش رقيقه بزاف كيف ما قلت باش فاش تدخلوها الفران ما تسيحش لكم. تنشكلوا العجين ديالنا، تنحيدوا هذوك الزوائد. تبارك الله الاخوات دابا كاملين يشكلوا السابلي بطريقه سهله، والمراشم حتى هما ولاو موجودين وكاين تنويع. وتنبدا تنحط البيسكويت ديالي في الاناء اللي غادي ندخل للفرن. البلاستيك حتى هو صراحه تساعدنا اننا نهزو لي بيسكوي ونحطوهم في الاناء بلا ما يخسروا بلا ما حتى شي حاجه. نستمر حتى لنهايه العجين. الاخوات بالنسبه للعجين اللي بقى لينا من التشكيل الاول ديال الجهه اللي فيها الثقب ما تندلكوها ما والو، تنشدو تنعاودو نحطوها في البلاستيك الغذائي نديرو لها غير هكا ونضربوها بالمدلك باش عاود نصوبو الجهه المواجهه اللي ما فيها لا ثقب لا والو. بالنسبه لهذا الشكل ديال الحلوه ممكن استعمال غير الكاس واستعمال اي اداه اخرى اللي ممكن نديرو بها ثقب، ك مثلا الغشاه ديال العكر. هادشي باش كنا تنخدمو شحال هادي فاش ما كانش عندنا المرشم. صراحه الواحد يقلب على البديل وما يبقاش بلا ما يصاوب الحلوه اللي تيتشه بهذا الشكل بحال هكا. وغادي نشكل الواجهه الثانيه. صراحه انا هاد الحلوه هادي اللي تتكون لاصقه بالكونفيتور من صغري وانا تتعجبني هانتوما، ونبداو نشكلو فيها بنفس الطريقه اللي درنا الواجهه اللي فيها الثقب. طبعا الفرن راني دايره دابا تيسخن على درجه حراره 170 درجه، فاش يسخن الفران غادي ندخل البيسكويت ديالي. المده ديال الطهي راه ما تتجاوزش 15 دقيقه
ونردوا البال. اون فوا يبدا يتذهب لينا البسكوي راحنا غادي نخرجوه من الفرن كيف ما تلاحظوا. صراحه البلاستيك تساعد اننا نتحكموا في البسكوي ديالنا بهذه الطريقه بحال هكا. غادي ندير عاوتاني مرشم واحد اخر ونصاوب شكيل ثاني. نتلاقاو من بعد انتهاء الطهي. الاخوات هما شكيلات ديال الحلوه اللي صاوبت، هادو غادي يلصقوا بجوج، ودرت هاد الشكيل هذا حتى هو. المهم الاخوات عندكم الاختيار في المراشم، ودرت هذا ديال القليبات حتى هو مرشم قديم ولكن زوين. بالنسبه للتزيين الاخوات عندكم الاختيار، انا اختاريت هنا عندي الكونفيتور اللي غادي نزيد عليه الملون الغذائي، عندي هاد الشوكولا حبيبات الملونه، وعندي هنا شوكولا شوكولات اسود، وعندي هنايا لوز كونكاسي. الاخوات عندهم الاختيار، ممكن يستعملوا حتى الكاوكاو كونكاسي، وهذا الكوك اللي حمرته باش يتبدل اللون ديالو كيف ما تلاحظوا، وهذا الجلوكوز. على بركه الله ندوزو للتزيين. الاخوات اول حاجه غادي نحط الملون الغذائي في كل زلافه عندي، هذا ديال بنسمه البرتقال وتعطي لون برتقالي، وهذا بنسمه الليمون يعني الحامض وتعطي لون اصفر. يعني كل شكيل عندي غادي نديرو نلصقو بلون كيف ما تلاحظوا، تنحركوهم مزيان، وكيف ما غادي تلاحظوا اللون حتى هو ديال الكونفيتور ديال المشماش اللي انا دايره حتى هو تيتبدل. صراحه هذا ما يعني ما تيشكل حتى حساسيه، يعني ملون غذائي يعني طبيعي، يعني الواحد ما يخافش منه. يعني صراحه تنديرو تنعطيه البنيات حتى ياخذوه في الحلوه، الصراحه ما كاين الحمد لله حتى مشكل. هذا كيف ما قلنا اللون اصفر بلون الليمون، وهذا تنحركو بحال هكا غادي يعطينا لون برتقالي غامق، يعني غادي غادي الحمور كيف ما تلاحظوا. ودابا غادي نبدا نهيئ لي بيسكوي ديالي. اخوات نحط حدايا كاع الامور اللي غادي نخدم بها. اول حاجه غادي ناخد الواجهه ديال الحلوه كيف ما تلاحظوا، وغادي ندير فيها الجليكوز اللي خففت بشويه ديال الماء بهذا الشكل بحال هكا، وغادي نحطها في اللوز كونكاسي بهذه الطريقه بحال هكا هكا. تندير الجليكوز باش يلصق ليا مزيان اللوز. ناخذ المقابل ديالها وغادي نحط فيه القليل من الكونفيتور اللي درنا فيه الملون، ونعاود نحط بهذا الشكل بحال هكا، تنحصلوا على هذا الشكل بحال هكا. نصاوبوا واحده اخرى صراحه تيجي هشيش وبنين كيف ما تلاحظوا، ونستمر حتى نكمل بقيه هذا الشكل ونشوف معكم الشكل الاخر. الاخوات الشكل الثاني عاوتاني تندير الجليكوز. المهم هنايا في الاشكال عندكم الاختيار، واحد يمكن يدير اي شكل بغا. الوغ ندير الجليكوز ونحط الحلوه في الكوك كيف ما قلت اللي حمرت بهذا الشكل بحال هكا. ناخذ المقابل ديالها، هنا عندي قلت بالنسمه ديال الليمون الحامض، نحاول نحط السائل غير في الوسط ديال الحلوه بهذه الطريقه بحال هكا.
باش ما تسيحش لينا من الجنب. بهذه الطريقه صراحه تيجي منظر زوين، وتقديم ديال الحلوى حتى هو الصراحه تيجي زوين كيف ما تلاحظوا. بالنسبه للشكل الثالث غادي نلصقهم غير بالجليكوز كيف ما تلاحظوا بهذا الشكل بحال هكا، وناخذ الحلوى ونغطس غير النص ديالها في الشوكولا بهذا الشكل بحال هكا. والنصف الثاني ندير فيه الجليكوز ونحط فيه الحبيبات الملونه بهذا الشكل بحال هكا. طبعا الاناء اللي غادي نحط فيه هذه الحلوه هذه، انا هنايا درت البابي الومنيوم ولا البلاستيك الغذائي باش فاش تنشف الحلوه نهزوها كامله بالشوكولا ديالها بهذه الطريقه بحال هكا. نصاوبوا وحده اخرى مازال الجليكوز مهم، الجليكوز راه تيلصق مزيان. نغطسوها في الشوكولا بهذا الشكل بحال هكا. ندير الجليكوز من الجانب المقابل وندير الشوكولا الوان. صراحه هذه الحلوه تعجب الوليدات الصغار، هما تاتيرهم الشوكولا بالالوان بحال هكا كيف ما تلاحظوا. ونستمر حتى نكمل التزيين ديال الكاتو ديالي كامل. الاخوات ها هو الشكل النهائي ديال السابلي اللي شاركت معكم. الفكره هي ان بعجين واحد ديال السابلي ممكن اننا نخرجوا مجموعه ديال الاشكال على حسب المراشم اللي عندنا. نتمنى هادشي اللي قدمت ينال الاعجاب ديالكم، ويعجبكم الفيديو وتلايكيو وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ومره اخرى عواشر مباركه وبصحه والسلامه، والى اللقاء في فيديو وفي وصفه قادمه ان شاء الله. تحياتي.